نشوف رأي الشيخ طه. النادي الأهلي عمل تعاقدات نوعية، يعني ما بصش للكم قد ما بص للاحتياجات الفنية اللي هو عايزها. زنفولي كان شيء ضروري على أساس يبقى أنا عندي 2 حراس جاهزين. عمر كمال عنده مرونة تكتيكية كبيرة جدا، معناها أنه يقدر يلعب في أكثر من مركز. مهاراته عالية جدا، استقباله للكرة والتصرف فيها بشكل جيد، سريع قوي، بيشوط برجليه الاثنين بقوة كبيرة جدا، يقدر يلعب باك يمين، يقدر يلعب وسط يمين متقدم، يقدر يلعب في أي مركز من مراكز النادي الأهلي. ولذلك ده بيحل مشاكل كتيرة للمدرب، لأنه ده بيبقى كأنه يعني 2 لعيبة أو 3 لعيبة، بيحل لي مشاكل كتيرة جدا. وسام أبو علي هداف، يعني راجل صندوق بيأدي كويس، سريع خفيف الحركة، بيلعب بدماغه كويس، يقدر يتحرك في عرض الملعب بشكل جيد، على اليمين على الشمال، يقدر يسقط لتحت، يقدر يبقى زي ما بيقولوا هدف أسند عليه، يعني في كل حاجة مهمة جدا. ده اللي احنا شفناه أو المعلومات اللي وصلتنا. أنا برضو مبسوط بالصفقتين الأشبال أو الشباب اللي هو صامي الأوبونج، بيلعب جناح أيمن وممكن في الهجوم، عنده كمان ليندورف وده مدافع أشول، ويقدر 190 سنتي، ويقدر يلعب في كل مراكز الدفاع على الناحية الشمال. أنا أعتقد أن دولت كمان صفقتين جمال جدا، وأنا متبني هذه الصفقتين أو حاسس أن دولت هيعملوا شيء بشكل جيد جدا. ده علاوة على اللعيبة اللي موجودة في النادي في جميع المراكز، يعني مثلا اللعيب التونسي أيوة اللي هو محمد الضوي كريستو، ده برضو ظهر بمظهر كويس في المباراه الوديه، المباراه الاخيره الوديه اللي لعبها النادي الاهلي بره. وانا ده بامل ان ده لعيب جيد جدا، سريع جدا، بيلعب برجلين الاثنين، بيشوط على الجول، فده انا شايف ان ده ممكن يفيد. بقى رجوع بقى اللعيبه المصابه مع الموجوده، اللعيبه اللي موجوده، انا اعتقد النادي الاهلي هيبقى عنده سكواد جيد يقدر يؤدي. وبعدين على فكره سبق الاحداث بقى، مودست سبق الاحداث وسجل هدفين امبارح. بالظبط في ماتش، يعني بيقول لهم يعني انتوا جايبين ناس بس انا جبت جولين اهو، يعني ابتدي امشي والسكه بتاعتي هتمشي. وسجل هدف السوبر لو نتذكر. بالظبط. فانا شايف برضو ان ربما يكون الراجل ابتدى يعني يتاقلم، وابتدى وزنه يخس، وابتدى ياخد فيتنس كويس برضو، ده اضافه ممكن يبقى اضافه في الفتره اللي جايه. يعني من المرات القليله اللي شفت الشيخ طه متفائل منتشي، يتحدث بارتاحية، مرتاح للشغل الفني اللي تم في الانتقالات الشتوية. والحقيقة هو شغل بيعكس الهدوء والرؤية اللي كانت واضحة في ملف الكرة عند مسؤولي النادي الأهلي. ما كانش فيه لهر ولا دخل سباق مع حد ولا ليها دعوة بحد. احتياجاتي وإيه الواقعية، أقدر أجيب إيه وايه يتحسب دلوقتي اجنبي وايه يتحسب مصري. طب اللي يتحسب اجنبي لازم يكون تحت السن، فتبعت وتتفرج وتستدعي وتقيم هنا مع الاجهزه الفنيه بتاعه النادي الاهلي ويختاروا. وهو اتجاه لابد ان ينمو، لان هو ده العالم ماشي كده دلوقتي. فالنادي الاهلي دائما يستبق الاحداث وياخذ بالاسباب هنا تاني وتالت ورابع، وده اللي بيخليه نادي متطور. إن الناس اللي عنده دايما الرؤية عندها للخطوة الجاية وخطوة زيادة. وطبعا تحس برضائه عن مودس في الفترة الأخرانية. هو الحقيقة مودس من ماتش الجونة كل ماتش تقريبا بيجيب جون وبيساعد. يعني إذن في إيجابيات الفترة اللي فاتت، استطاعت أن تطمئن الشيخ طه، ويا رب تطمنا كلنا. طيب الحقيقة كمان واحد من الآراء اللي أنا بشوف إن هي آراء جادة ورصينة، الزميل محمد المحمودي في كل حاجة بيعرضها، لا في عمق وفي رصانة في التناول، في التداول وفي لغة مختلفة. نشوف